هيتم تخفيف المواد؟ ما فيش مواد يعني. هو دلوقتي الاولاد يعني انا هتكلم حتى عن اولادي يعني في كي جي 1 واولى ابتدائي كان كله بقد كده، دلوقتي ما بقاش كده. لا عناوين، لا مشكلتنا في مراحل التعليم الاولى دي وخاصة في المدارس الخاصة والدولية وهكذا، تقوم تهتم بانها تعلم وتحفظ الولاد بعض الكلمات الانجليزي عشان انا وحضرتك دول مش هيعملوا احنا عملناه بقى بالظبط. انا وحضرتك لما نشوف ابننا مثلا عمال يقرا ينطق كلمتين انجليزي هو مش فاهم اي حاجه بس حافظهم، انا فرحانين يعني ده التعليم الجيد. لا انا عايز المدرسه يحبها التلميذ ويحب يروحها ويحب عشان يروح يقعد مع اصحابه، يبقى هيدوا له بقى كتاب واحد في كل المواد ده بعد سنه ثالثه. يعني هو مش هياخد كتب اصلا الطالب؟ انشطه في الاول يعني الطالب ما عندوش هوم ورك، ما عندهوش هوم ورك او واجب يحله خالص في الاول خالص. يعني اللي داخلين كي جي 1 كي جي 2 ما فيش بالمفهوم ان هو كتاب، لان بعد كده هيبقى في كتاب موحد فيه اربع مواد لكن هشرحها بعد كده كيف تدرس. يبقى احنا ثلاث طيب سنين دول اولياء الامور ما عندهمش واجب مدرسي بالضبط، وفي انشطه في المقام الاول. ما اجي مثلا دلوقتي هنقعد داخل الفصل مجموعه من التلاميذ حوالي 7-8 يتعاونوا مع بعض كيف ينفذوا مشروع معين باليد، يعني لعبه معينه تحت اشراف تعليم المدرس. طب ما ده خلينا نرجع دكتور رأفت، حضرتك بتقول انه لم يتم اصلا وصول المعلومات الكتب كمان ولا النشاط. هنا بقى ما فيش كتب يعني، لو خليني كل ده حضرتك المراحل الاولى عشان خلص مرحله مرحله. حضرتك على كلامك ان ما وصلش لغايه النهارده هنسميها التعليمات الارشادات التوجيهات الى المدارس عشان يبداوا يطبقوها، هيعملوا ايه في مدارس بعد اسبوعين؟ في حاجه ان فيه كتب للمراحل الاولى بس كالاتي. اتفضل. ان بخصوص الجزء الاهم متعلق بدمج العربي والعلوم والرياضيات والجغرافيا في كتاب واحد. ما فيش كتاب بقى في اول 3 سنين بقى؟ لا في كتاب اسمه كتاب الانشطه اللي اتكلم عليه رفع بيه لك، في كتاب للانشطه. ده كتاب برضه. ما هو للانشطه بس ايه؟ عباره عن انشطه. كملوا بعد كده الشرح هيبقى ازاي؟ انا ما هقولها عليها. اتفضل. المنهج ده اللي هو مقاوم منهج واحد للمواد الاربعه بيخدموا بعض، اسمه المنهج المتداخل. كويس. بيوفر للطالب كل اللي بيحتاجه من معلومات ومفاهيم حول المواد الاربعه. في جدل طبعا مثار ليه لعدم الكشف عن هذا المنهج وعدم طباعته وعدم وجوده في يد الناس اللي هتقوم بتدريسه الى الان، حتى الموجهين ما وقعش في ايديهم الكتاب لحد بس دلوقتي. معلش يعني خليني اقول برضو حضرتك يعني وافقني او اختلف معايا، ان واضح ان الكتاب مخفف جدا عن اللي كان متعود عليه المدرسين انهم يدرسوه، فانا متوقع انه مختلف تماما. مختلف يعني محتاج تدريب له. الاصل في ايه؟ الاصل في الكتاب ده ايه؟ حاجه اسمها تعليم التفكير والتفكير الناقد وان التعليم المتمحور حول الطالب، يعني الطالب زي ما قال رفعت بيه هيشتغل كل حاجه بايديه والمدرس ما هو الا موجه. بس لازم يكون المدرس بيعرف اصلا بيشتغل ايه بايديه عشان يعلمه للولاد. دي مشكله تانية. كنا بنتكلم فيها واحنا قاعدين في الصالون، دي مشكله تانية ان المعلم نفسه لازم يكون بيعرف يعمل حاجه. ولذلك نرجع شويه ورا كده بسيطه. ايوه. ان كان المفروض من نهاية الترم الثاني للعام الدراسي 2017-2018 المدرسين كلهم تاخدوا وتأهلوا تأهيل كامل للشغل الجديد ده، وده لم يحدث إلى الآن. لم يحدث إلى الآن بمناسبة لم التدريب يحدث خالص ولا حصل بكمية بسيطة؟ هقول لحضرتك قالوا بعدد بسيط وذكروا بأن في تدريب شغال والتدريب لم يتم إلا بداية من يوم 26 اللي فات ده. أيوة أنا عارفة عشان كده بسأل حضرتك، في تدريب موجود اللي فات. صح رفعت بيه؟ ما يجراش حاجة لكن بدأ. طب ما لو هو كان هيبدأ 26 وكنا هنبدأ يوم 1/9 ما هو الحمد لله تم تأجيل دخول المدارس، ويمكن يكون تم التأجيل بهذا السبب أصلا. لنا تعقيب برضه على ده دكتورة. فضل. هو أنا ما أجي أطبق حاجة ونظام مش ليه ساعات وليه فترات وليه ترم وليه عدد ايام؟ طبعا. واقوم انا الراي العام في الشارع كلهم بقوا خبراء، لذلك انا بتقرا كلمه خبير تربوي دي، كله بقى خبراء ويتدخلوا ويخلوا يغيروا سياسه الوزاره، وانتوا ترضخوا يا وزاره وتغيروا سياسه في دوله الامارات العربيه المتحده بيشتغلوا 3 ترم في السنه، السنه كلها دراسه.
لان لا حضرتك انا ما اعتقدش ان الوزاره عملت ده فقط رضوخا لاولياء الامور. انا اعتقد ان عملته ان هم محتاجين يدربوا المدرسين، محتاجين حاجات بقى ثانيه بقى خفيفه، يعني ما يجراش حاجه حضرتك يعني خليها يعني وليه ما نستعدش الأمور. وليه ما نستعدش؟ اه طبعا ده كلام سليم، لكن المهم دلوقتي جاري الاستعداد، بدأوا من يوم 26 مع المدرسين. لا بس هكمل حضرتك معلش الجزئيه بتاعت أيوه. الثلاث سنين الاولى دي ايوه هي دي اللي اهميه دلوقتي. انا دلوقتي مثلا يعني ايه نشاط ان انا ادرب الولد عليه بالاضافه الى المفاهيم الدينيه والمسل والقيم البسيطه اللي يقدر يستوعبها الولد. انا عايز اديله مثلا مشروع قدامه واقول له احنا عايزين نعمل حصان للخمسه سته اللي قاعدين. الحصان كل واحد ازاي شوف القيم اللي انا هعلمه فيها، يعني كل واحد يعمل جزء من الحصان ده. ده عمله بالصلصال مثلا ولا حاجه. نتعاون مع بعض ازاي عشان نشكل تعلم التعاوني بقى، ما نتخانقش. ايوه ده انا عايز اجود في المنتج مع زميلي ده ومع زميلي ده، مع محمد ومع مايكل ومع كذا ومع كذا. ده جانب. طب المواد بقى اللي حضرتك بتقولي الماده دي اللي هي المدرس الواحد اللي هيقوم بيها اللي هو بيسموه مدرس كشكول. انا عندي مسارين في المراحل الاولى دي. نمرة واحد أن أدرس له اللغة الإنجليزية بشكل صحيح. دي موجودة من في الكتاب. KG1. دي مكتوبة في موجودة في الكتاب بتاع الأكتيفيتيز. لا شو لا. مفهوش. شوف حضرتك من KG1 هدرس له اللغة الإنجليزية بشكل جيد. ينطقها إزاي وبعض الكلمات البسيطة بدءا من KG1. طيب الكتاب الثاني ده اللي فيه أربع مواد هيكون فيها أنشطة إزاي؟ أنا آجي أدرس مثلا أقول له أنت شايف الشجرة دي؟ اهو يعني صوره قدامه الشجره دي بتشرب الميه من الارض. الميه دي بتتكون من كذا وبتيجي من الامطار دي اماكن سقوطها عن شوف جغرافيا في المواد بقى، في المواد عشان توصل المعلومه بطريقه بالزبط. شيقه. وطيب يبقى الميه اللي موجوده على وجه الارض، دخلت جغرافيا بقى، تلتين الكره الارضيه دي كل العالم كله عندنا ميه، ولكن التلت يابس. من خلال شوفي حضرتك نقلت من يعني فعلا هيبقى بطريقه في موضوع واحد في موضوع واحد كويس ادخل فيه الاربع مواد. بس انا عندي سؤال برضو. نعم. حضرتك بتقول ان هيبقى فيه استخدام للغه الانجليزيه. طيب. ادرب له اعلمه لغه انجليزيه من كي جي 1 احنا استاف التعليم في المدارس الابتدائي هم نفسهم ممكن ما يكونوش مؤهلين لاستخدام اللغه الانجليزيه. حتى انت حضرتك يعني كنت قلتي حتى دلوقتي من اخطر منكم كنا هنتناولها. اتفضل. ودي مشكله المشاكل، واشك ان وزاره التربيه والتعليم تنجح في حلها. اتفضل. توجه الوزاره ان بدل ما تقول ان مدارس اللغات لوحدها يقصر التعليم فعلى تدريس اللغه الانجليزيه في المراحل الاولى. أيوة. وانها تدرس الـ 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 العلوم والرياضيات ساينس وماث بالانجلش. وكان اتجهت الوزاره قالت لا يدرس بالعربي مع التاكيد على تدريس اللغه الانجليزيه. صار اولياء الامور فتراجعت الوزاره وقالت طب نخلي مدارس اللغات دلوقتي مؤقته، لكن انا هطبق اللغه الانجليزيه على المستوى القومي في كل المدارس الحكوميه على مستوى الجمهوريه. هيخش مدرس اللغه الانجليزيه بهذا العدد الضخم على مستوى الجمهوريه؟ انا حضرتك معينتش مدرسين في وزاره التربيه والتعليم باكثر من حوالي 25 سنه لما انا لغيت عملية التكليف، ولم أعين إلا 30,000 مدرس دول اللي انتهوا إلى حوالي 28,000 مدرس اللي كان بشترط إن هم يروحوا في المناطق اللي فيها عجز، وفي الآخر بدأوا يتحايلوا من خلال أعضاء مجلس النواب وخلافه عشان يتنقلوا يرجعوا تاني لأماكنهم، وتكاد تكون التجربة ما نجحتش بشكل كبير. إذن لم يعد هناك تكليف لخريجي كليات التربية، لم يعد هناك تعيين جديد في المدارس بالنسبة للمدرسين، ليس هناك عدد كافي على الإطلاق على المستوى القومي عشان أدرس اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية العادية بدءا من KG1. في حاجة تانية كمان فنية كبيرة جدا، إن هيجعل اللغة العربية اللغة الأولى في مدارس عربي الحكومة. المدارس العربية الأولى يا فندم. ما أنا خليك معايا واحدة واحدة. كان في القرار الأولاني هيبقى اللغة الإنجليزية وبعدين العربي، وبعدين لما ما لقاش والناس وكان هيشيل الانجليزي خالص
زي ما قال رفعت بيه، وقاموا مدخلين الانجليش مره ثانيه، هيخلي اللغه الانجليزيه لغه اولى. هو كان عاوز يخليه هو اللغه الرسميه بتاعتنا. يعني انا هوضح لك وتحدث حدث تراجع. كان اللغه اللغه العربيه اللغه الاولى في مدارس اللغه المدارس العربي الحكوميه طبعا، هي لغه واللغه أولى. الانجليزيه اللغه الاولى في مدارس اللغات الناشونال، واللغه العربيه لغه ثانيه. تمام، ودي جديده. دي حاجه. الحاجه الثانيه المناهج بتاعه الصف الاول الثانوي، شغل فني بقى الادي سنه اولى. اسمح لي حضرتك عشان اقول اخر سؤال في الابتدائي عشان ابقى خلصت المرحله ماشي. واخش على مرحله اخرى. انا بتكلم فنيا بقى في سنه اولى، في مناهج سنه انا أولى. بتكلم في ابتدائي دلوقتي. ابتدائي اولى ابتدائي دلوقتي حضرتك في ابتدائي. احنا عندنا مشكلتين. مشكله عدم توفر المدرسين والفني اللي يقوم بالتدريس. هنقول جاري حلها الاولانيه ان كتاب الاكتيفيتيز او الانشطه اللي هيدرس لسه من اربع ايام ولا اقل بدأوا يدربوا عليهم، فان شاء الله اهدي شبه محل يا مسهل. الجزء الثاني اللي هو خاص ان لازم يكون في لغه انجليزيه من الصغر موجود في مدارس الحكومه، وعدم وجود عدد كافي من مدرسين اللغه، وفي نفس الوقت ما فيش امتحان لنهايه العام. تمام. يعني ممكن نفاجئ في السنوات المتقدمه ضايعين ان الطالب ضعف اللغه الانجليزيه. يبقى هنا مفيش مدرسه حكوميه واحده عربي كانت فيها مدرس انجليزي في المرحله الابتدائيه، مفيش مدرسه واحده. وهو ده كل المدارس تبدا توجد حل المشكله عدد المدرسين. لا حاجه فنيه بقى ثانيه في اللغه الانجليزيه. اتفضل. الانجليش في المدارس الحكومة اللي هو هيدرسها كلغة تانية في الكتاب المتعدد ده، هو ده في انجليزي الكتاب ده؟ كتاب الانشطة ده في انجليزي؟ ما هو هشرحه لك انا ازاي. اتفضل. هو عامل درس بالعربي وقام جاي صفحة بعدها جايب من نفس درس العربي بعض الكلمات مترجمها الانجليش، كاتبها عربي وانجليش، الترجمة بتاعتها زي الديكشنري. تمام. وقام جاي مدخل مدرس الماث، يعني مدرس الماث اللي كان هيشتغل مدرس الماث. أيوه. بس كل اللي اشتغل ده مدرس الانجليش، جايب له ان كان هنا في كام عدد من الاخوات، يقول لك 3 في كام. يعني بيحاول يدخله بعض اللغات. تمام كده كويس. الكتاب الانجليش، كتاب الانجليش اللي موجود في مدارس الحكومة. أيوة. اللي هيطبقوا ويوحدوا في مدارس اللغات. ودي الفجوة اللي هتحصل وفيها دروب كبير جدا، متمثل في الآتي. أقل حوالي يعني يكاد يكون 70% من كتب اللغات اللي كانت بتدرس في مدارس الخاصة لغات اللي هي الناشونال. طب ثانية واحدة، يعني هو دلوقتي ليه عامل النظام يمشي على المدارس اللغات؟ ما هو هقول لحضرتك في حاجة. إيه هي؟ إن أصلا التعليم علشان يبقى مشروع أمن قومي لابد أن يكون موحد في اتجاه. ده رقم واحد. ومدارس الحكومة لا تقل عن المدارس الخاصة في كل مصبوط. شيء مصبوط. بل تكون أفضل زي ما موجود في دولة الإمارات، في العالم كله، في فنلندا، في كندا، ما فيش حاجة اسمها حاجة خاصة. طبعا مفيش حاجة خاصة. ماشي. لأن نسبتها أصلا كام في المية رفع بيت؟ لا حوالي 7-8% مدارس الخاصة من 92%.